هنيئة لأهل القرآن فعلا. يمكن احنا اللي سعداء ان فعلا بنشوف اولادنا وبنشوف اخواتنا، وان احنا يعني بنقدم مثال ان احنا فعلا يعني بنساعد الناس. انا اتمنى ان ابني يكون من حفظ القرآن، اتمنى ان اشوفهم حفظ القرآن. لان زي ما قلنا مولانا قبل ما نحتفل بالموجود، الناس اللي الكاميرات الموجوده والناس الموجوده كلها، هناك احتفال كبير في السماء ربنا سبحانه وتعالى يتباهي به، فاحنا لازم نكون على قدر المسؤوليه وعلى قدر، احنا عارفين طبعا انه مدى الحب والود اللي انتم مستقبليننا بيه فبنشكركم عليه، انما نفس الوقت زي ما بقول هناك تباهي كبير الا وهو في السماء، فلازم نكون احنا على قدر هذه المسؤوليه. في نفس الوقت انا يعني عادة كل ما بروح مكان بيبقى بجهز النوايا بتاعتي اللي انا رايح بيها. فانا بشكر الكابتن احمد حسن على الدعوه الجميله اللي هو قدمها لي. في نفس الوقت انا بقول له ان انا بقلب عاداتي وتقاليدي الى نيات، حتى زي ما قال اخونا الصغير اللي كان بيقرا القران، تجاره لن تبور. هذه التجاره النافعه التي تتاجر بها مع الله سبحانه وتعالى. انا جاي من مبدا ان شاء الله وتعاونوا على البر والتقوى، فهذا مبدا جميل. وانا بقول للكابتن احمد من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها. وهو دي خامس سنه ان هو يقدم مسابقه قرانيه، فده تنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسين. هذا تنافس شريف، وهذا التنافس يدل على مدى الحب والود اللي هو نشا فيه أهل بلدنا. فأنا بشكر عليه، وفي نفس الوقت بشكر على الدعوة الجميلة اللي قدمها لنا وكابتن وائل، وبشوف من مدى الحب والتفاوض والود الموجود بينكم ده، أنا بشكركم عليه. وفي نفس الوقت أنا عاوز إن عايزين الاحتفال ده ما يبقاش احتفال بينا، إحنا جايين نحتفل بأهل القرآن وهم أهل ربنا سبحانه وتعالى وأشرف قوم الأرض، فلازم نحتفي بهم ونؤكد لهم الحافز والتشجيع إن هم موجودين، وهم إن شاء الله اللي ما خلص القرآن إن شاء الله يبقى عنده المقدرة إن شاء الله السنة الجاية والسنوات القادمة إن هو يختم القرآن. فإحنا عاوزين نقلل الاحتفال ما يبقاش لينا، يبقى هم أولى لأنهم أهل القرآن وهم أشرف القوم، فعاوزين يبقى الأمور هادية وزي ما موجود النظام إن شاء الله يبقى جميل إن شاء الله. وبشكرك على توكل إن شاء الله. شكرا. طبعا بنشكر الكابتن أحمد إنه جابنا في وسط أهلنا وناسنا عشان موجودين لحظة من أفضل اللحظات الواحد بيتمنى في حياته يشوف اهل القران واهل الشباب الصغير اللي ان شاء الله يبقى جزء من الامه الاسلاميه ويوصل الاسلام باذن الله. ومتشكرين جدا على الحفاوه اللي احنا اتقابلنا بيها هنا، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى موجودين معاك في السنه الجايه ان شاء الله. يلا يوسف، يلا مع ابو بكر يوسف، يلا فوق بابا.